طيب دي جزئية متعلقة بمشوار الفريق في أفريقيا. طيب لو هرجع واتكلم على كأس العالم للأندية، وقلت في بداية الحلقة النهاردة في سيمفونية في مسألة طرح التذاكر، وبقالنا فترة بنتكلم يا جماعة اعملوا حسابكم يوم 26/9 هيكون ميعاد طرح تذاكر كأس العالم للأندية، وأسعار التذاكر الحمد لله انفردنا بالأسعار من خلال مصادرنا اللي بنثق جدا جدا في كل كلامهم معانا، وقالوا لنا الأسعار وقلنا لجماهيرنا الأسعار التذاكر 40 ريال 75 ريال 100 ريال للدرجة الأولى. وبالتالي النهاردة كان فتح باب التذاكر وحجز التذاكر حوالي الساعة 1 الظهر بتوقيت مكة نفس توقيت القاهرة. كله كان قاعد بقى ومستني، اللي فاتح اللابتوب واللي ماسك الموبايل واللي فاتح الكمبيوتر وكله مستني يحجز التذاكر. استاد الجوهرة المشعة في جدة بيسع لحوالي 62 ألف مشجع. أنا سألت تحديدا على الرقم الرسمي المحدد في الساعة الرسمية للمباريات على استاد الجوهرة المشعة. زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة هناك إقبال كبير على التذاكر المطلوبة، لقد أصبحت الآن في قائمة الانتظار. يعني أي حد داخل دلوقتي يقول أنت دلوقتي في قائمة الانتظار. بصوا عدد الأشخاص اللي في قائمة الانتظار. أنا قبل الحلقة كان العدد بالنسبة لي 200-300 ألف، أنا شايف قدامي دلوقتي وده رقم أعتقد أبديت دلوقتي لسه طالع من على الويب سايت بتاع الفيفا، بنتكلم في 1,245 ألف مشجع. 1,245 ألف مشجع، على فكرة ده من كل أنحاء العالم، يعني ممكن مصريين في مصر أو خارج مصر أو الكلام ده كله. طيب دول الأشخاص اللي موجودين على الويتنج ليست حاليا عشان يحجزوا التذاكر. طب أمامك في قائمة الانتظار قد إيه؟ يعني اللي موجودين 1,245 ألف، أمامك في قائمة الانتظار 1,244 ألف 818. وبعد كده في إرشادات بيقول لك يرجى انتظار دورك في القائمة الافتراضية وسيتم تحويلك إلى الموقع لشراء التذاكر قريبا، يمكنك كمان إغلاق هذه النافذة دون فقدان دورك في قائمة الانتظار. يعني أنت لو دورك في المليون خليك فاتح لغاية لما ربنا يكرمك بحجز التذاكر. وبصراحة يعني الأرقام دي والإحصائيات دي خليكم فاكرينها لأنها هتبقى موجودة معانا في التاريخ. والفيفا على فكرة أنا واثق 100% الفيفا الأرقام دي مش هيعديها، لأن الفيفا لما كان بينظم أكبر حدث كروي في العالم هو إيه؟ كأس العالم. الأرقام دي ما تسجلتش قبل كده في كأس العالم، الأرقام دي ما ظهرتش قبل كده في البلاتفورم الخاص بالتيكت التذاكر كأس العالم بالنسبة ديت. أنت بتتكلم في ملعب بيسع ل 62 ألف ما بين ناديين الأهلي والفاز ما بين اتحاد جدة وأوكلاند سيتي. دلوقتي احنا بنتكلم في 1,000,000 مشجع حول العالم، ممكن نصهم يكون من مصر، ممكن يكونوا في السعودية، مصريين مقيمين في السعودية. بس الأرقام دي مش هتحصل إلا لو الأمر مرتبط بحاجتين، ماتش للنادي الأهلي وماتش جمهور النادي الأهلي عايز يحضره. الأمور واضحة جدا، تذاكر بدأت في طرحها وفتح التذاكر حوالي الساعة 1، ومن الساعة 1 دلوقتي الساعة 5:10 عدى 4 ساعات والأرقام بتتضاعف. بدأت ب 100 200 و 350 350 ألف، دي على فكرة كانت من نص ساعة أو ساعة إلا ربع، دلوقتي 1,245,000. تفضل الناس موجودة، محدش يزهق، ودورك كده كده محفوظ في حجز التذاكر. في ناس على فكرة ممكن تتكنسل لو ما كملتش الإجراءات، ما دفعتش عن طريق الفيزا قيمة التذكرة، فالأرقام دي ممكن تنزل بنسبة كبيرة لغاية لما يجي دورك، فمحدش يزهق. وأنا عاجبني فكرة إن الناس كلها متفاعلة مع تذاكر مباراة الأهلي بشكل كبير جدا على الفيسبوك وعلى تويتر. أنا شايف امبارح تغريدات كتيرة جدا الجماهير بتتكلم على حجز التذاكر وإزاي نقدر نحجز التذاكر، والفيديو اتعمل للإرشادات وتحجز التذكرة إزاي وتشتريها إزاي. كل ده بصراحة يعني امبارح كان ترند على السوشيال ميديا عشان جمهور الأهلي يشتغل ويحجز التذاكر. وأنا واثق جدا إن نص ساعة الاستاد أو أكتر ممكن تكون من جمهور النادي الأهلي. على فكرة الناس بتحجز التذاكر وهي مش عارفة، يعني الأشقاء في السعودية أو مشجعي العميد اتحاد جدة ومش عارفين هل هيكسبوا ولا مش هيكسبوا، بس هم خايفين يصيبوا، يعني يسيبوا دورهم في الماتش نمبر 2 ماتش الأهلي ويتأهلوا وما لقوش تذاكر ليهم. يعني هم خايفين يسيبوا دورهم يعني في حجز التذاكر، ولما يكسب أوكلاند سيتي ويجي يحجز في الدفعة الأخيرة بعد المباراة يوم 12/12 ما يلاقيش النسبة بتاعته أو ما يلاقيش حجز التذاكر. فعشان كده من دلوقتي تقدر تقول هي أشبه بال، مش عايز أقول يعني خناقة على موضوع التذاكر، ولكن كل واحد بيحشد عشان يقدر يحجز بأكبر عدد ممكن عشان يشجع فريقه. وبصراحة احنا بنرفع القبعة وبنشكر جمهور النادي الأهلي
على الأرقام التاريخية اللي الفيفا نفسه هيفضل يتكلم عليها خلال الفترة اللي جاية. إدارة النادي الأهلي حاولت كثيراً إن هي تتكلم مع الاتحاد الدولي، بعتت إيميلات للفيفا عشان موضوع جمهور النادي الأهلي، وإن الأهلي يقدر ياخد نص ساعة الاستاد عشان يطرحها للجمهور. ولكن طبعاً كلنا عارفين نظام الفيفا في موضوع طرح التذاكر ما بيحددش نسب للفرق المشاركة. أنت هتشارك في المباراة لك 30,000 مشجع أو 15,000 مشجع أو 10,000، لا، هو كل نادي طبقا للائحة ليه نسبة معينة، أعتقد بتقترب من حوالي 3,000 تذكرة عشان تقدر تاخد التذاكر وتتسوقها لجماهيرك، أو يبقى في دعوات بالنسبة للأعضاء أو جماهير النادي ممكن عشان تطلع برحلات، باكج تقدر تشتغل عليه وتسوقه عشان تحضر المباريات. فبالتالي الأهلي حاول، والأهلي بيخاطب الفيفا منذ فترة في هذه المسألة، ولكن الفيفا دايما بيبقى عنده رولز معين إن في موضوع التذاكر ما بيحددش درجات أو ما بيحددش ساعة محددة لأي فريق بيشارك، ودايماً ما بيشتغلش على فكرة إن الملعب بيتقسم، لا، هو دايماً عنده تارجت إن الملعب مفتوح للكل، سواء لجماهير الفرق المشاركة أو حتى جماهير عامة. ممكن مشجع أسترالي، مشجع أمريكي عايز يجي يحضر ديربي ما بين الأهلي واتحاد جدة يقدر يخش ويحجز. فالفيفا دايماً بيتعامل مع حجز التذاكر بنظام مختلف تماماً عن كل الاتحادات الوطنية أو الاتحادات القارية. فأنا بشكر، يعني هم طبعا مش محتاجين شكر أو زي ما بيقول كده لا شكر على واجب، ولكن جمهور النادي الأهلي بجد النهاردة يعني عمل رقم قياسي ورقم تاريخي الفيفا هتذكره خلال الفترة اللي جاية لما نتخطى المليون عشان حجز تذكرة في بطولة لكأس العالم للأندية. ده ما بيحصلش حتى مع المنتخبات، وما حصلش حتى في بطولة قطر كأس العالم اللي اتنظمت في الدوحة في نهاية العام الماضي.